السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكد الموقع الرسمي لنادي أولمبيك ليون الفرنسي أن متوسط الميدان حسام عوار لن يكون متواجدا اليوم في قائمة الفريق لمواجهة لونس اليوم الأحد ضمن مباريات الدوري الفرنسي. وكان مدرب ليون بيتر بوش هو من قرر استبعاد حسام عوار من قائمة الفريق في مواجهة لونس اليوم. وتأتي هذه الخطوة من مدرب ليون كون اللاعب الفرنكو الجزائري حسام عوار رفض تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي صيف جوان 2023. وفي حال بقاء حسام عوار دون منافسة فإن فرص التحاقه بصفوف المنتخب الجزائري خلال الفترة القادمة ستكون محل شك. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.